طيب حضرتك دلوقتي يعني كبرت شوية ودخلت الجامعة، دخلت الجامعة الأمريكية قسم كيمياء، كيمياء، لأن كنت عايزة أبقى مدام كوري، لأن جيلي كان جيل برا عبد الناصر كان عايز يمكن المرأة ويدخلها كل المجالات المتاحة في العلم، فكنت حاسة إن ممكن أبقى عالمة. لكن لما دخلت وأنا اتخرجت بتفوق من قسم الكيمياء في الجامعة الأمريكية اللي بيسموها A student، لكن اكتشفت إن مش ده اللي أنا عايزاه، وأخدت في آخر سنة كورس مع دكتورة مصرية درس التاريخ الحديث وبتدرس التاريخ الحديث اسمها عفاف لطفي السيد، اللي هي من أسرة لطفي السيد، وعرفتنا على المشاكل القرن العشرين وتدخل السلطات الأجنبية في العالم العربي، فحسيت إن أنا ليا خلفية لازم أعرفها أكتر واهتميت بيها. وبالتالي لما جيت أقدم كنت ما بين تاريخ معاصر للعالم العربي أو الفن الإسلامي، ولأسباب غريبة اخترت الفن الإسلامي، فدرست العمارة والفنون الإسلامية، وده برضو كان مهم جدا لأنه وراك حلقة اتصال ما بين مصر الفرعونية ومصر الإسلامية، لأن دي الفترتين الكبار اللي مصر كانت مهيمنة فيهم على العالم كله. يعني كان في تغيير مسار مثلا من الكيمياء إلى دراسة التاريخ المصري، ثم بقى طبعا الآثار والأزياء المصرية إلى آخره. يعني كان بالذات المعمار، أنا اهتميت جدا بالمعمار، ووقتها تعرفت وأنا بدرس عمارة إسلامية تعرفت على حسن فتحي، ومن خلاله اكتشفت مصر أنا ما كنتش أعلم أي حاجة عنها، لأن إحنا زي أسر كتيرة في المدن لما بنروح الأرياف بنروح فترة قصيرة وما مندمجش قوي مع أهلنا في الأرياف، وبنبقى حاسين إن إحنا أحسن لأن إحنا جايين من القاهرة ومن إسكندرية. فلما تعرفت على حسن فتحي بالعكس بقى ساعدني إن أنا أوصل لكل الناس البسطاء في مصر، ووراني إن هم بسطاء مصر من فلاحين وقاطني الواحات البدو اللي احتفظوا بتراثنا، مش احنا بتوع المدن، مش احنا المتعلمين، احنا بدلنا جلدنا وقبلنا كل مقاييس ومعايير الغرب، هم احتفظوا بالتراث لحد اواخر القرن العشرين. انا كنت بدرس فن اسلامي وعماره اسلاميه في الجامعه الامريكيه، فكنت اعرف كل حاجه عن الجوامع والخوانق والزوايا لكن ما كنتش اعرف حاجه عن المعمار اليومي، البيوت والمنازل المصريه، لان اللي اترموا دلوقتي اللي حضرتك عارفاهم اللي هو بيت السحيمي وبيت زينب خاتون وبيت الهواري والست وسيله ما كانوش اترموا وكانوا مقفولين، هم ترموا بعد الثمانينات والتسعينات. فمره سالته قلت له حسن بيه انا عارفه كل حاجه عن معمار الديني عن المساجد والجوامع والخوانق، لكن الاقي فين معلومات عن المنازل بتوعنا؟ فقال لي روحي لفي على احواش الهدد. فبقيت امشي في الشوارع بتاع القاهره الاسلاميه وما الاقي حاجه بتتهد ادخل واقول للناس ده مين ليه بيتهد، سكانه باعوه، وفي بقى خشب الخرط اللي بيسمى بمشربيه اللي هو اسم مش مظبوط قوي، والابواب الحشوي القديمه والفسائي وحاجات كتيره بتتباع على الرصيف او عند بتوع الهدد، يعني للاسف بتتهد وبتتباع بقى كبقايا يعني، وكثير منها طلعت الاجانب كانوا بيشتروا بيسربوا من مصر يعني مع الاسف.